هو يا ريت لحد ما نبدأ، لو أي حد عنده سؤال خاص بشهادات السبلاي تشين، الكارير في السبلاي تشين، هاو يعني أي أسئلة يكتبها لنا عشان نبقى جاهزين إن شاء الله ما نطلع نبدأ نتكلم النهارده. الموضوع خاص عن الشهادات في مجال السبلاي تشين كله، إند تو إند سبلاي تشين، سواء للمصانع أو للشركات الخدمية. كلنا محتاجين يبقى عندنا كارير، وللاسف ما فيش جامعات بتدي شهادات كتير في السبلاي تشين، فاحنا عاملين عشان كده الويبينار النهارده. That's why we invited احد الناس اللي انا فخوره ان انا يعني اعرفهم، ندى. قدرت ان الله هو تطور يخليك يا نفسها شيرين. كتير في السبلاي تشين، ف that's why we are here النهارده ان شاء الله. طيب، هو في حد بيسال موضوع ايه؟ زي ما قلنا تبدا ازاي في المجال ده، هنشرحه how to pass apex exam. احنا ممكن نساعدك طبعا، احنا بندي يعني free orientation عن apex exam على حسب امتحانك. يا ريت تكتب مستر احمد نور سي اس بي ولا سي بي اي ام. طبعا في شهادات خاصه بالبلاننج وهنتكلم عنها. حد بيقول يعني ايه supply chain، فمحتاجين نعرف البدايه يعني ايه supply chain يا ندى. تمام، احنا دحين لايف احنا شيرين ولا لسه؟ لسه we give ourselves like 2 to 3 minutes عشان الناس لسه بتدخل. طيب، في logistics officer في Apex Pharma، اهلا بيك. طيب، تعمل shift career، ندى اكتر واحده هتعلمك تعمل shift career. nice to be with you. يا ريت لو بس تكتبوا لنا انتوا من انهي دوله، مجال الشركه بتاعتكم لو بتشتغل، ومجالك ايه، نتعرف على بعض. يا ريت في البدايه كده، يعني احنا بنحب نبتدي الويبينار ان احنا نتعرف على بعض. زينب بليز شير ذا برزنتيشن ونبتدي اعرف بس الناس معانا. طيب، معانا هبه عماد، ديماند بلاننج اند سينيور فورين بيرشيزنج من مصر، فود اند بيفريدج. احمد علي من السعوديه، رياض، اي سي ال اس انجينير بي اي سيستمز. عمرو تايز، برودكشن انجينير ات ثيرمو تك فور مانيفاكشرنج هيتنج اليمنت ثيرموستات. اهلا بيك احمد سعيد. مينا وجدي، كواليتي من مصر، من ايجي هوسبيتاليتي، اهلا بيك. سلمى نور الدين، تيتشنج اسيستنت في جامعه هليوبوليس، اهلا بيكي. عبد الرحمن صلاح من مصر، لوجيستكس اوفيسر ات فارماسيوتيكال كومباني، اهلا بيك. اسامه غريب، بيشتغل في مجال المكتبات العامه وشغوف جدا بالموضوع ما شاء الله. عطله مكات، الكتريكال انجينير، بس من فلسطين، اهلا بيك. انا جنبك، انا في دهب على فكره، فمعانا ما شاء الله ناس كتير من فلسطين في الاجازه. مؤمن عبد الكريم، احمد المغربي من مصر، انفويسنج اكزكتيف ات دانون دبي بيست اون ايجيبت، اهلا بيك. علي محمد، اتش ار مانجر ابينا جروب. دامون قدري من اليمن، اهلا بيك. ريجن وير هاوس مانجر ات بي تك، محمد علي، اهلا بيك. محمد عبد الرحمن هو اللي في بيتك في مصر. دامون الكتريكال انجينير. احمد معداوي، اهلا بيك يا احمد. معانا محمد رامي، لوجيستكس مانجر من الفنار كمباني السعوديه، اهلا بيك. معانا جي ام ات نقش تريدنج، احمد معداوي، اهلا بيك. مؤمن عبد الرحمن، ريجن وير هاوس مانجر من ايجيبت، اهلا بيك. احمد يوسف، سبلاي تشين مانجر، واو. اشرف حنا، تكنيكال دايركتور، اهلا بيك. ما شاء الله معانا جروب كبير النهارده يا ندى، ومعانا يا جماعه سبلاي تشين. انا كنت لسه قبل ما نبتدي بوري ندى ان السبلاي تشين از افري وير. انا هنا في البحر الاحمر في بليد دهب، ده سبلاي تشين دايفنج، سبلاي تشين ناس تعمل سنوركلينج ومطاعم وريستورانتس، فانا بنقول سبلاي تشين از افري وير. في البدايه ندى، انا عايزه طبعا ارحب بيكي واقول للناس معانا اسلام ايهاب من مصر، مدير مصنع للصناعات الالكترونيه والكهربائيه. محمد فريد، سبلاي تشين مانجر، اهلا بيك. عبد الله حافظ، اسيستنت وير هاوس مانجر، اويل اند جاز سيرفيسز ايجيبت. ما شاء الله ندى، وي هاف ا بيج كراود، ديفرنت اكسبيرينس سبلاي تشين. النهارده الويبينار رقم 115 لسيمبليس كونسلتنج، كنا بدانا وقت كوفيد ومكملين الحمد لله. الويبينار اللي احنا عاملينه ده النهارده سيريز اوف ويبينارز اباوت سبلاي تشين كارير.
اول واحد نادى فولنتير ده انها تعمله معانا. we expect to do more and more. ان شاء الله المره الجايه هتكون within 2 or 3 weeks هتكون hosting guests من ASTM اكبر supply chain organization في العالم اللي هي ايبكس. ناس خدت الكارير ده وكملت فيه. وانا حبيت ان النهارده ان احنا نبدا بندى لان ندى حد عنده practical experience ويقول ان هي عملت نفسها بنفسها. she made herself by herself. female Saudi woman, hard worker, married, have family, successful in supply chain. That's really impressive يعني. فأنا برحب بك هذا بعتبرك أختي. أوكي. أهلا وسهلا يا شيرين. الله يسعدك يا رب. طب كيف تحب نبدأ بالماتيريال ولا about my own عرفي experience؟ نفسك الأول. عرفي نفسك الأول وبعد كده احكي يعني just let's we will do it together anyway. أوكي. طيب my name is Nada محمد الشودري. أنا كنت من الأقل اللي بدأوا في هذا المجال في المملكة عامة يعني من قبل 14 سنة. واليوم حتكلم على my own experience في البزنس وعلى هذه الرحلة كيف بدأت وعلى challenges اللي I overcome or faced وعلى الفرص اللي أتيحت لي والأشياء يعني اللي اضطريت إنه أنا أدور عليها بنفسي عشان أطور نفسي في ده الكارير. خلينا نقول يعني من 4 سنين بس كان تخصص السبلاي تشين في السعودية أو في الجامعات السعودية ما يتعدى 9%. يعني متخيلة إحنا دحين بس بدأنا نخرج أول دفعات من هذا المجال وفي ده التخصص. من 20 سنة فاتت كان اللي موجود يعني في مجال الأعمال هي إدارة الأعمال أو إدارة الأعمال العامة. أنا عن نفسي درست إدارة أعمال وخلصت الماستر في 2015. دخولي في هذا المجال كان صدفة، صدفة بحتة يعني. الماركت وقتها كان يعني متعطش للتالنتس، ما كان في أبداً يعني سبلاي تشين بروفيشنالز، خلينا نقول يتعدوا على الأصابع. يعني ما كان نعرف أصلاً إيش يعني سبلاي تشين أو إيش يعني سلاسل الإمداد. تفضل شيرين، كنت بتقولي شيء؟ كنت بقولك صدفة سعيدة يا ندى، يعني حاجة جميلة ان انتي دخلتي السبلاي تشين. انا يا جماعة عشان بس تبقوا عارفين، انا اشتغلت مع ندى شخصيا اكتر من 3 سنوات في بروجكت في شاي ربيع. البروجكت كان improving the supply chain في المصانع وتطوير المصانع بان احنا بنطبق سيستم ياباني اسمه 20 keys. ف she has been very successful ما شاء الله. وعملنا كمان project تاني مع بعض sales and operations planning. ف I know you are made يعني the core ما شاء الله. الله يخليك يا شيرين. طيب خلينا نقول كانت أول تجربة لي في قسم اللوجيستيك، اشتغلت فيها كبلانر وبعدها انتقلت لإدارة التوزيع اللي هي الريبلانشمنت وخدمة العملاء في شركة مالتي ناشونال، وبعدها انتقلت لإدارة التخطيط بكل أقسامها اللي هي الديماند والسبلاي برودكشن الاس ان او بي الكاباسيتي بلانينج ريبلانشمنت كلام بلانينج. وهذا الشيء يعني خلاني اعتمد اعتماد كامل على الخبرة العملية في تطوير الكارير. يعني زي ما قلت لك ما كان في مكان ندرس فيه، ما كان في حتى جهات تعطي دورات عن هذا المجال، فكانت الشركات وقتها بترسلنا برا عشان ناخذ بعض من هذه الشهادات اللي انت دحين حتتكلمي عليها بالتفصيل. فالانتقال والروتيشن هذا من قسم للتاني ومن شركه للتانيه، سواء كانت ديستريبيوتر او مانوفاكتشرنج او سواء كانت لوكال او مالتي ناشونال، خلاني افهم السايكل الفول سايكل حقت السبلاي تشين من اولها لاخرها، تبدا من استيراد المواد الخام للمنتج الى ان يصل ليد المستهلك النهائي. ف يعني هذه من ضمن الاشياء برضو اللي حقولها انا كده خلاصه الخبره المتواضعه اللي عندي، انه كانت من اهم الاشياء اللي خلتني أوصل للي أنا فيه اليوم هو الروتيشن داخل أقسام السبلاي تشين نفسها. يعني لازم نفهم إيش يعني لوجيستيك، إيش يعني بلانينج، إيش يعني بروكيورمنت، إيش يعني برودكشن بلانشمنت. يعني ما ينفع تكوني في جزء واحد بس مش هتفهم السايكل كاملة ولا ممكن. كمان برضو يا ندى وانتي بتتكلمي على البلانينج لأن دي برضو جوب مهم معي. تحبي نتحرك في البرزنتيشن؟ تفضلي يا زينب.
اتفضلي يا ندى. طيب، زي ما احنا شايفين يعني السبلاي تشين هو عبارة عن امبريلا تيرم، معناها انه هي تحتها في اكثر من فانكشن. يعني فور اكزامبل زي ما احنا شايفين او زي ما قلت من دقيقتين، هي البلاننج والبروكيورمنت، في وير هاوس لوجيستيك، برودكشن، كواليتي، مينتيننس. يعني هذه طبعا ما هي على، مو هذه فقط، هذه امثله منها. اللي بعدها يا زينب لو سمحتي. طيب، بالتالي حيكون عندنا مجموعة كبيرة من الوظائف المتنوعة تحت كل قسم. على سبيل المثال يعني، وليس الحصر، زي ما قلنا اللوجيستيك والديستريبيوشن حيكون تحتها الكليرنس اللي هو التخليص الجمركي، ترانسبورتيشن، الوير هاوس، امبورت، اكسبورت. يعني المجال للروتيشن كبير انليمتد، انه انت تنتقل من مكان للتاني ومن قسم للتاني انليمتد. عندنا البرودكشن والاوبريشن، هذا عالم تاني. يعني لما حنكون خلينا نقول في ديستريبيوشن كمباني بنستورد منها الفينش جودز وبنوزعها، اتس ا ديفرنت سايكل. بس لما تكون في مانوفاكتشرنج كمباني بتشوف فيها البرودكت بتصنع من الرو ماتيريال والباكجينج ماتيريال من اولها لاخرها، برضو اتس ا ديفرنت جيرني. فمن ضمن الأشياء برضو اللي حنتكلم عليها اليوم هي الكي كومبتنسز اللي لازم تكون موجودة في أي شخص يحب إنه يطور نفسه في هذا المجال. ندى صوتي واضح؟ أوكي، هو هنا صوتي واضح يا ندى؟ سمعتك. أيوه. طب هو هنا ندى برضو عشان الناس اللي معانا اللي جداد على المجال، هو تعريف السبلاي تشين هو المسؤولية ان انت الفلو بتاع المعلومة جوه المؤسسة، الفيزيكال برودكت، الفلوس، الماني، الكاش، الريفينيو، من اول ما بيحصل اوردر او عميل بيطلب حاجه لحد ما العميل يستلمها، ممكن تكون منتج او خامه. المفهوم الاشمل والاوسع للسبلاي تشين ان الصيانه، الانتاج، المخازن، اللوجيستكس، المشتريات، دي جزء من السبلاي تشين. عشان بس الناس ما تتلخبطش، السبلاي تشين از فيلد وليس از سبلاي تشين دايركتور. في الاف ام سي جي ممكن يبقى السبلاي تشين دايركتور او اوبريشنز دايركتور تحته كل ده. في بعض الشركات تانية هندسيه مثلا، شركات فيها تصميم، فيها ديزاين، مش لازم السبلاي تشين يبقى مع التصنيع. فاحنا هنا لما بنتكلم بنتكلم عن الكارير، بنتكلم عن المجال، مش بنتكلم على تايتل واحد مدير سبلاي تشين. يعني شركه الفارما السبلاي تشين هيد مختلف عن السبلاي تشين هيد في الاف ام سي جي عن السبلاي تشين هيد في شركه السيارات، ولكن السبلاي تشين نفسه واحد، لان في حد بيعمل اوردر، في حد بيخطط، في حد بيعمل بروكيورمنت وسورسنج، في حد بيعمل تصنيع، بيعمل ترانسفورم، في حد بيعمل ديليفري، في حد بيعمل ريتيرن. انا بس يهمني يا ندى ان احنا نفهم الناس ان انت واخده المفهوم الاشمل للسبلاي تشين. اوكي، انا توقعت ان انت مش هتشرحي يعني البيسك حقت السبلاي تشين، كنا هنتكلم على الجيرني حقت الكارير. بس anyways، في ناس سألت، يعني في ناس قال أنا جديد عن المجال وعايزة أعرف المعلومة، فعايزين نساعدهم. أوكي، طيب تحب نروح للكي كومبتنسز؟ طيب، يلا. مجال السبلاي تشين يعني هو خلينا نقول انه it's a unique profession، ما هو زي the other departments، لان زي ما قلت شفنا الامبريلا حقته كبيره. ففي كفاءات مهمه واساسيه لازم تكون موجوده في الشخص اللي حابب يكون من هذه، يعني جزء من دي المنظومه الجميله اللي انا اشوفها جميله من وجهه نظري الشخصيه صراحه. راح تسأليني ليش؟ هقول لك لانه ده المجال يعني ما ينتهي فيه الابداع والتطوير، مهما وصلت المستويات يعني الأعلى مستوى من التطوير دائما حيكون في مجال للتحسين. يعني which mean it will never be boring أبدا، يعني دائما حيكون في شيء جديد، دائما حيكون في system جديد، rules جديدة، processes جديدة عشان نتبعها. فمن ضمن الأشياء طبعا هي ال strong leadership، بس leadership style of any supply chain leader يعني لازم تكون very elevated skills. He or she should be able to encourage, motivate, inspire, or challenge people to get the best from them. يعني خلينا نقول الـ department يحتاج لأكثر
لأكثر من كفاءة، فأنت تكون عندك هذه الكفاءات بس أنت ما أنت عارفة كيف تستفيدي منها وكيف توصليهم للمكان اللي هم يعطوا أفضل ما عندهم. الـ Transformation Capabilities اللي هي القدرة على التحول وليس التغيير، إنك تنقل المنظمة أو المنطقة أو الديبارتمنت من نقطة إلى الثانية بشكل آخر، وليس إنه هي بس إنه أنت تنتقلي من مكان للتاني. ففيها strategic focus ولازم يكونوا expert في unique market positioning. النقطة الثالثة هي building and maintaining relationships. طبعاً السبلاي تشين ديبارتمنت من أكثر الأقسام اللي بتتعامل مع الأقسام الثانية في الشركة خلينا نقول daily basis أو weekly basis، فلازم يكون قادر على التواصل الكوميونيكيشن شانل لازم تكون متعددة، ولازم الشخص يكون عنده القدرة إنه هو to communicate with each department with his own يعني language. لنقول السيلز ما حيفهموا غير فلوس لأنهم في النهاية يبغوا يبيعوا. الماركتينج عندهم ideas و dreams ويعني كده حيجوكي ببورتفوليو طويل عريض يبغوا يخلوه. فإحنا دورنا كسبلاي تشين أو كأوبريشن إنه إحنا لازم نعرف كيف نحطهم على الأرض بطريقة واقعية، يعني نشوف إيش المنتجات هذه اللي ينفع تكمل معانا واللي ما ينفع أصلاً نجرب إنه إحنا نبدأ فيها. فالكي في النقطة هذه هي الكوميونيكيشن والريليشنشيب طبعاً مع السبلايرز مع الفيندرز اللي إحنا بنتعامل معاها في البروكيورمنت ديبارتمنت، لازم يعني it's a very sensitive relationship، لازم نكون عارفين كيف نحافظ عليها وناخد منها اللي إحنا نحتاجه خلينا نقول في البروكيورمنت بأفضل الأسعار. النقطة الرابعة اللي هي الجلوبال بيرسبكتيف، معناه أن الشخص اللي بيكون في هذا المجال لازم يكون عارف ومطلع على اللي بيحصل حوالينا في العالم. يعني مثلا إذا يوم صحينا لقينا في الأخبار أن أسعار البترول ارتفعت، مثلا الحرب روسيا ضربت أوكرانيا، جاتنا جائحة كورونا زي ما شفنا من 3 سنين وتأثيرها على اقتصاد العالم كله، طبعا كل التغييرات هذه اللي بتحصل حوالينا في العالم احنا مرتبطين فيها ارتباط يعني مباشر، بس لازم افهم ان الارتباط هذا حيأثر علي في ايش بالضبط. هل حيأثر علي في اسعار المواد الخام اللي انا حجيبها؟ هل مثلا باين معاي الاسعار حترتفع قدام شويه فانا اشتري ان ادفانس واخزن؟ طب هل التخزين هذا الان ادفانس حيكون مكلف علي اكثر من اني انا اشتري بعدين لما ترتفع الاسعار؟ لازم نكون عارفين الانفورميشن هذه اللي احنا بنحصل عليها كيف نستخدمها وكيف نستفيد منها. اذا في اي سؤال شيرين قولي لي، لاني انا قافله من عندي الشات فام نوت ريدينج ذا شات. فاذا في anything you want to ask please let me know. شيرين الو معاكي انا ده، ولا هو الناس بتسأل على الماتيريال؟ زينب ايوه سامع، احنا سامعيني كويس. زينب أو شيرين بس بتأكد إنه الصوت واضح؟ الصوت واضح أو أوكي. طيب طبعاً والنقطة الخامسة هي مهارات التحليل. إيش يعني مهارات التحليل؟ مو يعني إنه أنا أقعد أجمع داتا من الهيستوري من الماركت من الأجنسيز. طب في النهاية الداتا هذه أنا كيف هستخدمها أو هتفيدني في إيش أو كيف أقدر أطلع منها المعلومة اللي أنا محتاجتها؟ كيف عيوني تقدر تلقط الرقم الغلط من ضمن 1000 رقم؟ طبعاً هذا الشيء ما حيصير من أول سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، طبعاً مع الممارسة والخبرة حنقدر نعرف لما نقرأ مثلاً شارت معين إذا فيه له حاجة أود كده خارجة عن النص، حنقدر نعرف كده بسرعة أو تكون عندك القدرة إنك تعرف بسرعة إنه في شيء غلط هنا. فدائماً you have to believe in yourself. إذا حسيت إنه في شيء غلط you have to dig down and search فين الغلط هذا جاي عشان يكون just to make sure إنه
إنه كل الانفورميشن اللي الأذر ديبارتمنتس بتبني عليها their plans تكون ماشية في الطريق الصح. لأنه غلطة واحدة في سعر أو في خلينا نقول coverage ممكن تكلف الشركة ملايين. آخر نقطة اللي هي الـ يعني الديجيتاليزيشن والأوتوميشن نوليدج. عارفين إحنا دحين إنه إحنا في هذا الوقت كمية السيستم اللي بتنزل في السوق واللي بتسهل عملنا إحنا ك يعني كموظفين في هذا المجال. تفتكري شيرين لما تكلمنا على السيستم حق الفوركاستينج، وهل أنا هستفيد منه أنا لو جبته ولا لأ، وهل الشركة اللي أنا فيها هتستفيد منها ولا لأ؟ يعني ما نقدر نطبق نفس الرول على كل مكان وعلى أي منظمة أو environment. لازم أعرف إنه الشركة اللي أنا فيها أو السيستم overall اللي أنا بشتغل فيه حالياً manual، هل حيقدر يتكيف مع هذا الليفل من التطور ولا لسه إحنا بعيد؟ يعني لسه لازم نطلع خطوتين ثلاثة عشان أوصل للمكان مثلاً اللي يخليني أقدر أجيب ERP system. فit depends من situation للتاني. شيرين؟ زينب انت سامعة؟ ايوه ندى انا سامعاكي. يلا تفضلي المايك معاكي. عايزاني اعلق بعد كل اللي قلتيه؟ طيب يس انا متفقه معاكي تماما ان السبلاي تشين ميكس اوف ارت اند ساينس، ما هوش شهاده هاخدها وخلاص، ومشكلته الكبيره انه محتاج براكتيكال اكسبيرينس زي ما انت قلتي. يس وفي اكتر من قسم مهما ذكرت في الكتب مش كفاية. بس الفكرة ان مشكلتنا في السبلاي تشين ان احنا بعد ما بنشتغل بنواجه مشاكل وبنضطر ندور لها على حلول. السيرتيفيكيشن والترينينج بيساعدك انه بيديك البيست براكتس. يعني دلوقتي مثلا ندى بلانينج، اوكي عايزة تشتغل في مجال مثلا تطبق بروسس سيلز اند اوبريشنز بلانينج، عايزة تطور البلان، عايزة تعملي أي حاجة. فهنا الشهادات بقى ندى منشن بروكيورمنت، منشن لوجيستكس، الحاجات دي كلها فيها علم وفيها بيست براكتس. أنا في البروكيورمنت هشتري جلوبالي، طب هشتري من سبلاير برا، إزاي أعمل أجريمنت مع السبلاير، إزاي أتعلم حاجة اسمها إنفو تيرمز اللي هي الانترناشنال تيرمز. أنا هشتغل في لوجيستكس، ازاي اوفر، ازاي اعمل سيفنج. والسبلاي تشين يا جماعه ذا كور اباوت ماني. يعني احنا انا فاكره كويس جدا في بدايتنا مع اي اس اي ام وايبكس وكده كانوا دايما بيقولوا لنا ليه الناس بتحسن السبلاي تشين، لان السبلاي تشين از كنترولينج 40-80% من تكلفه الشركه بتاعتك. لو انت شركه فيها انجينيرنج وفيها ديزاين هيكون السبلاي تشين 40%. لو انت شركه داون ستريم بتجمع او بتعمل باكينج، او انت شركه اف ام سي جي، هيكون السبلاي تشين اولموست 80% من التكلفه. رايك ايه انا ده في النقطه دي، تكلفه اللي بيتحكم فيها السبلاي تشين؟ يس صحيح، لانه في النهايه كله زي ما انت قلت البيست براكتس والافشنسي. يعني هو اتس نوت اباوت جاست اوردرنج والدليفري، بس اتس اباوت تايمينج. يعني انا متى حطلب بأفضل سعر وبأفضل طريقة ديليفري عشان يوصلني في الوقت الصح. يعني مثلا ما أجيبه بدري وإجلس عندي في المخازن وأدفع عليه تخزين فترة طويلة وأنا ماني محتاجاه دحين. فأنا لو عملت بلانينج صح للوقت الصح للريكويرمنت للمنتج الصح اللي أنا أحتاجه، إحنا بطريقة هذه بنوفر يعني كوست طبعاً. ومن في الأشياء برضو نقطة كنت بدي أقول لك هي شيرين، من الأشياء اللي أنا يعني لاحظتها بنفسي في أكثر من مكان، البست براكتس باي بوك، يعني you cannot implement it everywhere by book. لازم يكون customized على المكان اللي أنا فيه وعلى الانفايرومنت اللي أنا فيه. لأنه أحيانا لو جيت تطبق
الشيء زي ما هو، ممكن المكان اللي انت فيه يتضرر، هو ما هو جاهز اصلا ان هو يوصل لهذا الليفل من التطور. يعني تحتاجي تاخديه بالتدريج مرحلة مرحلة لين ما توصل للبيست براكتس اللي معروف عليه في الماركت. صح جدا، يعني برافو، I cannot agree more، لأن إحنا الكتب مليانة نظريات ومليانة best practice، مش بالضرورة لو أنا عملت copy و paste إنه هينفع عندي. fully agree. من الحاجات المهمة يعني اللي إحنا برضو لازم نبقى عارفين إن الكارير بتاع supply chain ممكن تبقى junior وبتبتدي، وممكن تبقى senior تتطور، ودي سلايد جايه هنوريها للناس من الجونيور لحد السينيور هتعمل ايه زي ما زميلنا بيسال. حاجه تانية، السبلاي تشين يا جماعه هاند ان هاند مع الاستراتيجي بتاعت الشركه. ناس دايما بتقول لي اهميه السبلاي تشين ايه، بقول له انت ما تقدرش تبيع من غير السبلاي تشين. الناس اللي فاكره ان السبلاي تشين مسؤول عن الاوردر فولفيلمنت وفيزيكال ديليفري فقط او بروكيورمنت فقط، للاسف غلطانين. لان لو البيع مهما باع وعمل ديلز والسبلاي تشين ما عملش فولفيلمنت في الوقت الصح، احنا مش هنفوتر. احنا البي ان ال او القوائم الماليه او الانكم ستيتمنت بتاعت الشركه قائمه على فاتوره بضاعه مسلمه وليس مباعه، وليس بضاعه في مخزني، وليس بضاعه لم تنتج. انت علشان تاخد فاتوره انت محتاج تجيب الخامه، تنتج البضاعه بالمواصفه المطلوبه، تشحنها والعميل يستلمها، ساعتها تحقق الدخل. كل بقى الاوبريشن دي مسؤول عن السبلاي تشين، فالسبلاي تشين دايما هاند ان هاند مع الفريق بتاع السيلز وبيحقق احلام السيلز والماركتنج. لو تسمحي لي يا ندى، هم ممكن تكون احلامهم غير واقعيه، بس احنا محتاجين نساعدهم يحققوا احلامهم، مش نعاديهم ولا نتخانق معاهم. يعني لازم تكون منطقيه برضو. بالظبط، انا بيني وبينهم فوركست، بيني وبينهم بزنس بلان، في اداره فاين، في بادجت، في تارجتس، في لو التروس دي مش راكبه على بعض عمر السبلاي تشين ما ينجح. انا بقابل شركات عندها احسن سيلز تيم، ماركتنج تيم بيحكي لي حكاوي جميله جدا في الخيال، لما اقعد معاهم يا سلام اقتنع دي هتبقى احسن شركه في العالم، بس في النهايه لو الاكسكيوشن از بروكن فورجيت اباوت ات، مش هيحصل حاجه في السبلاي تشين. فاعتقد نقدر نموف اون في السلايد. احنا كده اتكلمنا كده كبدايه عن الكارير. ثانك يو يا ندى. ممكن كان وي موف اون في السلايدز يا زينه. طيب السؤال اللي بنساله يا ندى دايما، هاو اي ديفلوب، او هاو انت يا ندى يو ديفلوب يور كارير ان سبلاي تشين وان جوينج. انا عارفه انت بتستعدي للامتحانات. ايوه. ويعني what you should know and do، يعني ده سؤال لطيف يا ريت لو تجاوبين عليه. طيب زي ما قلت لك من اول، اهم حاجه هي الروتيشن بين الاقسام حقت السبلاي تشين، عشان انا لما افهم كل قسم كيف شغال حعرف كيف اخدمه في المستقبل. يعني لما نكون عارفه اللوجيستيك كيف ماشي، الفاينانس كيف ماشي، الماركتنج، السيلز، حفهم وجهه نظرهم، so I can serve them better. فالunderstanding a deep understanding for other departments، هذا يعني مرة شيء مهم. أنا بالنسبة للأشياء اللي صراحة خدمتني مرة كتير، هي إن أنا انتقلت من شركة في أكثر من شركة وفي أكثر من business style، كانت local وmulti national، فتعلمت من خبرات مختلفة من أماكن مختلفة من ناس مختلفين، فهذا الشيء يعني خلاني أجمع معلومات وknowledge في وقت أقصر، خلينا نقول. الشيء الثاني والأهم اللي أنت حتتكلمي عليه دحين قدام هو التوب سيرتيفيكيشن في السبلاي تشين فيلد نفسها. طبعا هي السي اس سي بي والسي بي اي ام هي اللي أنا أخذتها وبحضر للامتحانات حقتها، بس طبعا أخذتها مرة من زمان، فكانت هذه الأشياء زي ما قلتي تعطيك الكي، وبعدين الاكسكيوشن it depends on your understanding. طيب if we move on the slides، طبعا هو نتيجة ان السبلاي تشين زي ما ندى قالت اقل من 9% ومفيش ناس موجودة والناس مش عارفة ده. سؤال، انا في السبلاي تشين، انا جونيور، هنجاوبك على اجابة سهلة وهنوريك السلم او اللادر اللي عملته اي اس سي ام، اللي هي اسمها قبل كده ايبكس، اللي هي اكبر سبلاي تشين اورجنايزيشن في العالم. وي ار براود بي بارتنرز اس كونسلتنج تريننج، وعندنا الناس بالسيرتيفيكيشنز بتاعه السي بي اي ام والسي اس بي
سكور والحاجات دي كلها، واللي عايز يحجز اي امتحان عن طريقنا we can get you a very good discount، واللي عايز يحجز الكورسز برضو ممكن نساعده الحمد لله. بس تعالى نبتدي بالاول. النهارده دايما في واحد يقعد في الشركه يتريق عليك يقول لك انت ما تعرفش حاجه عن السبلاي تشين. زين كومون، يعني انت مين انت عشان تبقى عارف وانت مين وانا مين، واللي هو انا تعبت وانا جريت. ما كانش عندنا ريفرنس مرجعيه، المرجعيه دي موجوده في حاجه اسمها سكور سبلاي تشين اوبريشن ريفرنس، وعندنا كمان على الويب سايت هنبعت لكم البرزنتيشن ASCM داش سكور، او يعني لو انت دخلت على جوجل كتبت سكور دي اس ات اي سي ام هيطلع لك الويب سايت. النهارده بقى مع كل فانكشن في السبلاي تشين في حاجه اسمها سكيلز. اوكي، الشركات على فكره بالمناسبه اللي لسه بتبدا او السبلاي تشين مانجرز اللي راح مسك شركه وفيها تيم وعايز يساعدهم، في تول اي اس ام عاملاها اسمها تالنت اسسمنت. يعني انت ممكن الشركه كلها نعمل تالنت اسسمنت لكل الناس اللي فيها على حسب الشغلانات، واللي انترستد يحط لنا الايميل بتاعه هيقول انترستد واحنا نتواصل معاه. باك للبوينت اللي احنا بنقولها، ده سامبل موجود على بروسيس، البروسيس خاصه بسيلز اند اوبريشنز بلاننج. اي ونت تو ران ان ماي كمباني اس ان او بي، ده سامبل. طب ايه السكيلز اللي انا محتاجه اعرفها والاكسبيرينس مكتوبه على الموديل. هتلاقوا اول حاجه يا ريت شاوري بالكورسر يا زينب ادفانسد بروكيورمنت بزنس بيرفورمانس مانجمنت، وكل حاجه دول متعرفه موجوده. كمبيوتر ليترال، محتاج تكون عارف الكونتينوس تريننجز، محتاج تكون عارف اي ار بي سيستم، ايه التريننجز اللي الناس ممكن تكون لازم تكون عارفاها تو ران ذس، ادفانسد اكسل تكنيكس، اوتوميشن تولز، اوكي، بزنس اثكس ويقدر يعمل تريننج، الكترونيك داتا اكسشينج سيستمز، كوربريت استراتيجي، كومباني بوليسيز. دي كلها سكيلز هتلاقيها ليستد لكل واحد محتاج ده وموجوده عشان ان احنا نساعده. ده اونلي سامبل. كل البلاننج بروسيسز بالستبس بتاعتها عندنا اكتر من 50 ستيب جوه البلاننج، كل واحده فيهم موجوده، وده سامبل موجود واكتر بكتير وفور فري اكسس. يعني اي حد انترستد يكتب لنا واحنا هنحط له الستبس، اوكي، وهنقول له يعملها ازاي وهنديله ستيب باي ستيب. زينب زميلتي هتبعت لكم الايميل. اللي انترستد كمان ان هو يعمل كومبليت تالنت اسسمنت للشركه يشرفنا ويقول لنا، دي كوربريت ممبرشيب بتعملها and you can run this talent assessment tool. لو عايز على individual process اهلا بيك وهنعملها. يا زينب يا ريت تعملي كوبي لكل الايميلز وتخليها عندك عشان نبعت لهم ان شاء الله. تمام. طيب ده الايميل بتاع زينب، هو زينب محي، هي هتحط الميل بتاعها عشان نبعت لها وهي هتتواصل مع حضراتكم. اوكي، طب نموف اون. السكيلز موجوده، الموديل موجود، اللي بيعمل اي شغلانه المفروض يكون عارف السكيلز دي. طب انا هقيم نفسي، التالنت اسسمنت تول اللي عاملاها اس سي ام بتساعدنا ان احنا نعرف احنا فين والتيم السكيلز بتاعته ايه. بنسمع ابريفيشنز كتير استخدمتها ندى وانا استخدمتها، نحب ان احنا نعرضها لكم. في شهادات معروفه مشهوره محطوطه قدامنا، دي حاجه زي ما بيقولوا كده ايه، ابل، اللي هي محطوطه كل اي حد شغال في السبلاي تشين عينيه على الشهادات دي. بنبتدي من توب، ده الهايست ليفل سيرتيفايد سبلاي تشين بروفيشنال سكور، ان انا ابقى سيرتيفايد في السبلاي تشين اوبريشن ريفرنس. تحتها فاونديشن اوف سبلاي تشين، دي ستيبس بتعدي لو شايفين فيرتيكالي على كل الفانكشنز في السبلاي تشين. لو انا تخطيط بلاننج سورسنج مشتريات، لو انا ميك في التصنيع، لو انا في الدليفري في اللوجيستكس، لو انا في الريتيرن، ولو انا انيبلر اللي هي الادارات الداعمه للسبلاي تشين. احنا بيجي لنا ناس بياخدوا السبلاي تشين من ادارات الفاينانس، بيجي لنا ناس من الاتش ار، بيجي لنا ناس من ديبارتمنتس مختلفه عشان السبلاي تشين ينجح. فاول شهاده سيرتيفايد سبلاي تشين بروفيشنال دي للناس اللي هو بقاله 5 7 سنين في السبلاي تشين او اكتر وعايز يبقى سبلاي تشين مانجر او دايركتور. سكور اللي عايز يحسن السبلاي تشين. فاونديشنز للناس بدايتها في السبلاي تشين، فيري افوردبل وما فيهوش اكزام. الناس اللي متخصصه في البلاننج، الشهاده دي واخدها اكتر من 300,000 واحد حول العالم. السي اس بي واخدها 30,000 واحد حول العالم.
CPIM دي Certified in Planning and Inventory Management. الناس اللي شغالة في التخطيط وال Warehousing وال Planning بتاخد الشهادة دي. الشهادة اللي تحتها Certified in Logistics، دي شهادة بقى لها 7 سنين خاصة بالناس اللي عايزة تبقى Certified في Logistics و Transportation، ودي شهادة معروفة جدا في الديستريبيوشن، بياخدوها الناس اللي شغالين في المجال ده، وانت بتاخد سيرتيفيكت زي زميلك اللي في امريكا او في اوروبا او في لاتين امريكا او في الميدل ايست او في تشاينا او في ايجيا. اوكي، اي اس سي ام سبلاي تشين في شهادة خاصة بشباب البروكيورمنت للي متخصص في البروكيورمنت، وفي شهادة خاصة بالوير هاوسنج، وفي شهادة خاصة للديماند بلاننج. طب معناه ايه الكلام ده؟ لو رحنا للسلايد بتاع اللادر او السلم، انا ممكن ابتدي في السبلاي تشين، ابقى جديد، ابقى حديث في السبلاي تشين، ابتدي من تحت، بعمل ديفلوبمنت لكل التيم بتاعي، كل الناس بتاخد البيزكس والفاونديشنز، واي ام فيري براود ان ده بقى موجود، لان زمان ما كانش موجود غير سي بي اي ام وسي اس بي، شهادات صعبه مش لكل الناس تقدر انها تعملها. النهارده انت تقدر تاخد الست موديولز بتوع الفاونديشن، تقدر تبقى اكسلريتد بروفيشنال لو انت بقالك 5 سنين، ممكن تاخد البروكيورمنت والوير هاوسنج من 2 لـ5 سنين، اعلى من كده تقدر تطلع ليفل لفوق. انا عايزه مانج السبلاي تشين هاخد سي اس بي، عايزه ابقى بلاننج مانجر هاخد سي بي اي ام بارت 1 بارت 2، عايزه ابقى سيرتيفايد في اللوجيستكس والوير هاوس سي ال تي دي، عايز امبروف السبلاي تشين، احسن واطور السبلاي تشين هاخد سكور دي اس. ودي المناسبه بيبقى ورك شوب يومين بيحضرها التوب مانجمنت بتوع الشركه، بيحضرها المانجرز، بيحضرها السبلاي تشين هيدز، بتتعلم فيها السكور، بتتعلم فيها ازاي تو كرييت فريم ورك للسبلاي تشين وازاي تحسنه وازاي تطوره. عندك اي كومنت تحب تضيفيها يا ندى هنا؟ ايوه شيرين. لا ما شاء الله عليك، كفيتي ووفيتي. انا يعني بالنسبه لي كانت من احلى ندى سامعيني؟ شيرين سامعه؟ الو؟ طب نرجع للسلايد اللي قبلها يا زينب، ندى عندها حاجه في المايك، نرجع للقبلها. الو؟ طبعا يا جماعه انا بعتذر عن الباك جراوند، بس احب اقول لكم انا قاعده على البحر وبعمل الويبينار، لان ده كوميتمنت للسبلاي تشين. شيرين صوتك راح تماما. هي تقريبا شبكة فشلت عندها، خرجت. ممكن تكملي هنا بالجزئية اللي في النص، كنت بتقولي حاجة. اوكي، انا كنت بقول من اكثر البروجرامز اللي شيرين شرحت عنها كانت يعني جدا مفيدة وشاملة لكل السايكل، يعني بتعطيك من كل حتة جزء، بتخلي عندك اوفر فيو على كل الديبارتمنتس وعلى كل البروسيسز. هي السي اس سي بي، السيرتيفايد سبلاي تشين بروفيشنال. فانا انصح اي احد بده يبدا باي يعني كده سيرتيفايد انترناشونالي انه هي تكون هذه اول واحدة. This is based on my own experience. شكرا يا ندى على your comments. طيب انا طبعا في السبلاي تشين بتاع البحر اللي انا فيه هم مانجنج ريتيرن دلوقتي، فانا اسفه على الدوشه اللي عندي، بعتذر. اوكي طيب، ايش اللي بيرجع بالضبط يا شيرين؟ ايه ايش اللي بيرجع من البحر بالضبط؟ البني ادمين. طيب في حد بيسألك، بيقول لك الأخت شيرين بتقول للناس اللي بقى لهم 7 سنين في المجال، هيا ندى؟ أيوه شيرين، إيش؟ في واحد بيقول لك الأخت شيرين بتقول للناس اللي بقى لهم 7 سنين في المجال، أنا بقول على الشهادات الأدفانس زي السي بي أي إم والسي إس سي بي، أنت ممكن تاخد بارت 1 لو عندك 2 3 سنين إكسبيرينس. بارت 2 محتاج يكون عندك عدد سنين، انت بتتكلمي على السي اس بي، سي اس بي محتاج يبقى عندك 5 سنين اكسبيرينس عشان تستوعب وتنجح في الامتحان، ولا رايك ايه يا ندى؟ الا طبعا، يعني ما ينفع تاخد الشهاده وبعدين تبدا تشتغل، لا طبعا مش هتفهم ولا اي حاجه.
لازم تكون عندك مينيمم يعني اكسبيرينس زي ما قلتي 3 أو 5 سنين، وبعدها تبدأي تدرسيها عشان تبدأي تختبريها. فيعني من غير البراكتس اون جراوند لا طبعا مش هنفهم ولا اي حاجه من الشهاده، ولا حيكون ليها فائده. يعني اذا انا عندي بس هذا السيرتيفيكيشن وانا ما اشتغلت، ما عندي اكسبيرينس ريل اكسبيرينس اون جراوند، مش حتفيدني في حاجه. وبعدين هي السي اس بي مغطيه كل حاجه، فعايزه حد يكون عنده يعني لايف اكسبيرينس، يعني فاهم، عاش السبلاي تشين. لانك ما بتتسال اسئله في الامتحان، انت محتاج يور اكسبيرينس اند يور جادجمنت، اتس نوت ا تكست بوك. ولا رايك ايه؟ انت طبعا صادقة يا شيرين. طيب نموف اون في السلايدز يا زينب. احنا عايزين نقول ان انت هنا ممكن لو عندك كارير لوجيستكس او وير هاوسنج، لو كارير بروكيورمنت، لو كارير بلاننج، ولو كارير هتبقى سبلاي تشين دايركتور. طب في ناس بتسالني بقول لهم في ناس بياخدوا سي بي اي ام وبياخدوا سي اس بي وبياخدوا سي ال تي دي، بياخدوا الثلاثه، لان الناس بتحب تتعمق. السبلاي تشين عباره عن علم وبيست براكتسز، كلنا بنتعلم من بعض. فانت الدنيا عامله زي يعني في دبس زي حرف التي، انت بتاخد هاي ليفل او بتاخد دبس، بتتعمق في الموضوع اللي انت محتاج تتعمق فيه. ومش نهايه العالم في السبلاي تشين ان انا ابقى سي اس بي. احنا في حاجه اسمها ديجيتال كابابيلتيز موديل، في الفيوتشر بيتكلم على ديجيتال سبلاي تشين، في شهاده جديده هتنزل على السبلاي تشين خاصه بالديتا والاناليتكس. احنا محتاجين نطور نفسنا دايما ومش هنقف، لان انا شخصيا لسه بتطور وبتعلم، ولسه راجعه من شيكاغو to get qualified، اجدد الكواليفيكيشن بتاعتي ان انا ادرس السكور اللي انا اوريدي بشتغل بيه من 2008. الموديل اتطور وكان لازم اسافر واحضر كورس عشان يتم اعتمادي ان انا اقدر ادرب. ده بتعلم يا جماعه، السبلاي تشين از تشالنجينج كارير لانه مش ثابت، هو مش فيزيكس، هو مش كيمستري، مش مبني على علوم فاندمنتال مبنيه على معادلات، لا ده عباره سبلاي تشين ايفولفز ايفولفز اند تشينجز اول ذا تايم. عشان كده اللي بيشتغل في كارير السبلاي تشين دايما بيتطور اند دايما اون توب اوف ذا اورجانيزيشنز. ممكن نموف اون في السلايدز يا زينب. طب في ناس بتسال برضو على موضوع انا بتعمق ايه جوه السبلاي تشين. شخص بيقول كشخص جديد ابدا بايش؟ تبتدي بالفاونديشنز اللي هي بتديك اوفر فيو، السته موديولز دي رائعه، الكورس الكوست بتاعتها لطيفه جدا، وممكن احنا نساعدك فيها وتتواصل مع زينب. زينب معلش حطي الايميل بتاعك تاني وتواصلي مع الناس وخلي اسئلتهم عشان نرد عليهم انديفيدولي كل واحد، ويا ريت تبعت الايميلز بتاعتكم 1 تو 1 مع زينب تو هاندل يور ريكويست. احنا علشان احنا حاطين هنا في ناس جوه المصنع دايما محتاجه تتعلم حاجه اسمها لين. لين يعني عمليه الترانسفورم او الميك او الفاليو ادد جوه السبلاي تشين، ان انا بعمل الحاجه دي بدون هدر. فاللين ده له شهاداته وله الكورسات بتاعته وله جرين بيلت والبلاك بيلت. في ناس بتشتغل جوه السبلاي تشين بتبقى عايزه تعمل امبروفمنت، فبتاخد حاجه اسمها 6 سيجما جرين بيلت وبلاك بيلت، وبتاخد حاجه اسمها ستاتستيكال بروسيس كنترول على حسب انت فين في الاورجنايزيشن. في داتا اناليتكس، في زي ما انتم شايفين اللي احنا دايما اولويز ريكومند اي اس سي ام ايبكس. اي حد يا جماعه لسه داخل المجال خد الكورسز بتاعت الفاونديشن، واحنا جاهزين هنرن ان شاء الله عندنا جروب هيبتدي في شهر 11. الكوست بتاعته از فيري افوردبل، وابعتوا لنا ايميل لزينب قول لها انا عايزه اخد الفاونديشنز ده او سي بي اي ام بارت 1. يعني انا بيرسونالي لو حد سالني اقول له لو انت ناوي تاخد كارير البلاننج خد سي بي اي ام بارت 1 اور الست كورسز اللي هم بتوع الفاونديشنز دول، المودولز بتاعتهم هايلين. وفي ناس بتاخد الفاونديشنز دي سيلف ستادي، وفي ناس بتعمل معانا سي بي اي ام بارت 1. احنا ان شاء الله ستارتنج سي بي اي ام بارت 1 فيري سون، وده بيدي اوفر فيو على البروجرامز. فاللي بيبتدي سي بي اي ام بارت 1 از بيرفكت تو ستارت، ويبقى معاك شهاده وشهاده من امريكا وتاخد الامتحان، ونجاحك في الامتحان اسهل بكتير من بارت 2 من سي اس بي. ولا رايك يا ندى؟ انت عملتي امتحانات كلها مظبوط يا شيرين. يعني سي بي اي ام بارت 1 ايوه الشهاده من ايبكس. ايبكس بقى اسمها من السنه اللي فاتت اي اس سي ام. ايبكس
سي بي اي ام بارت 1 از فانتاستيك. وبصراحه اللي عايز ياخد السي بي اي ام بارت 1 يلحق، لان من اول السنه هيبقى بارت 1 وبارت 2 امتحان واحد، هتبقى كلها سي بي اي ام وهتبقى صعبه بصعوبه السي اس بي. فانا لما حد بيسالني بقول له خد بارت 1 واشتغل شويه وبعد كده كمل. تمام. اي اس سي ام او ايبكس، سي بي اي ام، سي اس بي، سكور بي، دي كلها شهادات مهمه. وفي السبلاي تشين عامه طبعا المجال واسع. ممكن نكونتينيو يا زينب لو احنا في سلايد ثانيه عايزين نشرحها للناس. احنا هنا كسيمبيوس كونسلتنج بنساعد الناس اللي عايزه تعمل اسسمنت للسبلاي تشين بتاعها فروم كونسلتيشن بوينت اوف فيو. احنا مكتبنا في السعوديه، عندنا في الرياض، وعندنا في جده، وعندنا في مصر، وعندنا في دبي، وعندنا سيستر كمباني في امريكا. بنساعد اللي محتاج يعمل ديجيتاليزيشن واناليتكس او تريننجز دي اللي في النص، وكابابيلتي بيلدينج وكونسلتيشن في السبلاي تشين من اول تقييم السبلاي تشين والجاب اناليسيس، اوبتمايزيشن للسبلاي تشين، اند تو اند بروسيس امبروفمنت، اس ان او بي سايكل، وكوربريت ممبرشيب. احنا عايزين بقى نفتح المجال دلوقتي لاي اسئله للناس اللي معانا. تمام. زينب بعت لكم لينك، فبتقول لكم اي ريكويست لو سمحتوا املوا اللينك دي. اوكي. زينب حاطه لكم لينك على اودو، هتدخلوا وتملوا اللي انتوا عايزينه وهنتواصل معاكم ان شاء الله. هي ناس يا زينب برضو بتحط الايميلز بتاعتها، فعايزين نتواصل معاهم انديفيدولي. مين عنده سؤال لحد ناجح زي ندى ما شاء الله قدر ان هو يطور نفسه؟ ندى في واحد بيقول I have 6 years plus experience to get CPIM part 2 directly. اوكي. حضرتك محتاج تعمل امتحان بارت 1 وبارت 2، يعني انت مش هتقدر تاخد بارت 2 الا من غير ما تاخد بارت 1. فانت ممكن تاخد بارت 1 اون يور اون، مش محتاج تاخد الكورس، ممكن تاخد الكورس في بارت 2. احنا بنقدم باكج على اللي عايز بارت 1 وبارت 2 او اللي عايز بارت 2 بس. فانت ممكن تحضر بارت 1 از ريفريشر وتنجح ان شاء الله في الامتحان، وتحجز الامتحانين مع بعض. برضو اللي عايز يحجز الامتحانين بياخد باندل وديسكاونت كبير. فاللي معانا عايز يعمل الاثنين دول، اوكي، دي هتبقى حاجه ان شاء الله نقدر نساعدك فيها وهنعملها لك بطريقه سهله. بصوا يا جماعه، يور بيست فريند ان ذيس ويبينار هي زينب، لان عندها نوليدج على كل الديسكاونتس وتقدر تجيب لك اي حاجه بديسكاونت كبير. لغه الامتحان بالانجلش، لغه الامتحان بالانجلش اللي بيسال، احنا اللي عايز بالعربي في شهادات عندنا احنا للسبلاي تشين بالعربي. تمام. في حد بيسأل على شهادة CILT يا ندى؟ بليز. لا هذه مش عندي شيرين، هذه أنت اللي هتجاوبي عليها. وأنا ما أعرفهاش برضه، أنا مش عارفاها، أكون أونست يعني أنا مش عارفاها، فما أقدرش أقيم حاجة ما أعرفهاش. أوكي؟ طيب، حد بيسأل بيقول أنا عندي بروفيشنال ويرهاوسنج مانجمنت سيرتيفيكت، سهلة جدا إن شاء الله. الشهادة موجودة والبروجرام لطيف. مستر مؤمن تواصل برضو مع زينب. تمام. حد بيقول لي سي بي اي ام فور اكسبيرينس اونلي، سي بي اي ام بارت 1 سهلة كورس، احنا نسبة النجاح الناس اللي بتاخده عالية لو فهم الموضوع وفهم التوبكس. هو سي بي اي ام بارت 2 هي اللي بتحتاج شوية اكسبيرينس عشان تنجح فيها. اوكي. طيب محمد احمد اكتب لنا انت محتاج ايه واحنا هنرد عليه. طيب سي بي اي ام بارت 1، طيب سي بي اي ام بارت 1 هو كورس موجود عندنا. لو انت خدت الكورس وعايز تدخل الامتحان تواصل معانا ونشوف لو في بريباريشن. احنا هنعمل ان شاء الله كورس في شهر 10، يعني اخر 10 ستارت بارت 1 وبارت 2 او نص 10 اونلاين، لان ناس كتير طالباه مننا اونلاين. تمام. فممكن نساعدك ان شاء الله. تمام. في حد بيقول شكرا يا ندى وشكرا يا زينب، وهي ويل كونتاكت اور شي ويل كونتاكت زينب. تواصل مع زينب ازاي؟ ايميل زينب هي كتبته وحطت رقمها، هو ده رقم مصري، معلش حطوا قبله بلس 20 وادي الايميل بتاع زينب. طب واحد بيقول انا عندي ماستر في السبلاي تشين ولوجيستكس، هاو تو امبروف. رائع ما شاء الله. مور اكسبيرينس. مور اشتغل اكتر. انا سكور دي اس، اونستلي سكور دي اس وسي اس بي اي وود ريكومند يو. يعني لو سالتني اقول لك سي اس بي، لان بيديك براكتيكال رائع بيكمل الماسترز. دي انا فيدباك سمعته من ناس كتير،
وسكور ديجيتال ستاندردز اتس ا نايس 2 دايز وركشوب كوست بتاعتها مش عاليه واحنا ان شاء الله لونشنج ات ان شاء الله يوم 20/10 في الرياض واللي عايز يشترك يتواصل معانا وهنعمل كمان اونلاين ماسترز سبلاي تشين دايركتور سي اس بي اند سكور دي اس تمام هاو تو شيفت كارير فروم لوجيستكس بلاننج يعمل ايه يا ندى اتس نوت ا شيفت كارير يعني كلها سبلاي تشين شفت كارير تبتدي تركز تروح توريهم مشاكل الشركه لو عملنا بلاننج بالخطوتين دول هيبقى احسن هيحبوك ويقلبوك بلاننج على طول ايه رايك صح كده طبعا انت في اللوجيستكس انت في الداون ستريم شايل بلاوي الشركه كلها all the problems all the heat come to you فلو انت عملت شويه analysis على المشاكل الريبيتد because of lack of planning and you made a presentation to management they will immediately get you in To be a planner, you need CPIM part 1. وتشرفنا نساعدك لو نقدر هنحب نساعدك. تمام؟ أنا داخل بالمجال جديد وراغب أفهم أكتر يفترض أبدأ من وين بالظبط بالفاونديشنز. تواصل برضو مع زينب. هتديك الفاونديشنز دي كورسات لطيفة في الفاندمنتالز. طيب. هل في شهادة في السبلاي تشين تصدر من جامعة الدول العربية أو أي اختبارات؟ أنا مش عارفة يا زينب. أنت عندك معلومة؟ يا سوري يا ندى. شهادة السبلاي تشين. للأسف لا من جامعة الدول العربية لا I don't think I don't know أوكي إزاي أخلي خبرتي في المجال مش مقتصرة بس على زون الأدوية certification CPIM part 1 part 2 CSCP score DS score DS يا جماعة is very powerful بيعلمك أي supply chain في الكون تصلحه إزاي مش أدوية في أي حاجة لو service لو كده حد عنده years of experience you would fall in love إنك تاخد score DS certificate أو تريننج يعني أوكي ده مدته 4 أو 5 أونلاين سيشنز 2 full days تواصلوا معانا و it's newly launched وإحنا بندي عليه ديسكاونت أكتر من 25% طيب شهادة CISCM رأيك إيه فيها يا ندى؟ ندى؟ طيب سي اي انا مش عارفاها اوكي سي اي اس سي ام مش عارفاها تمام ايه اسم كورس الاوبريشنز اللي عايز يتخصص في الاوبريشنز والمانيفاكتشرنج بياخد سي بي اي ام برضو بارت 1 في كورسات اوبريشنز في الفاونديشن لو ممكن يا زينب تعرضي الستة موديولز بتوع الفاونديشن نكون لك من الشاكرين تمام طبعا في شهادات زي CISCM قالت لي زينب هي Certified International Supply Chain Manager هي طبعا شهاده معروفه بس هي يعني رانكينج لو شفت هتلاقي CSCP باي فار اعلى منها بكتير تمام How to start planning till I start a course planning بيحتاج analysis انك تفهم تقرا عن البلاننج طبعا البلاننج انواع كتير دي كلمه عامه في Material Requirement Planning في Production Planning في scheduling للإنتاج في distribution planning في warehouse management planning فالplanning ده بحره واسع جدا 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 اوكي لو ممكن نعملها يا زينب بعد اذنك سلايد شو طبعا في سي اي زي ما انت بتقول من اي بي اس سي ام اي دي شهادات موجوده وكلنا طبعا بنحترم كل ده Are supply chain different in industrial service and medical? لا supply chain لو خدت score DS هتلاقي ان supply chain كله بيقع تحت ده thanks to our fellows اللي في العالم الفولنتيرز اللي عملوا لنا framework نقدر نعرف بيه يعني ايه supply chain نعرف بيه الفانكشنز كل واحده بتعمل ايه ال KPIs ال talents ال skills فكل ده يعني موجود في شهادات طبعا كتيره بس هي للاسف بتاخد الريفرنس يا جماعه هو CPIM CPIM دي لونشت من السبعينات واتطورت اكتر من مره ففي شهادات كتير ناس حاولت تعملها في العالم بس ما حدش وصل للبراند ايكويتي بتاع CPIM انا بقول لكم 300,000 شخص حول العالم و 30,000 شخص خد CSCP فانت هنا يو كاليبريت يور سيلف مع الليج يعني وبارت 1 اسهل بكتير من بارت 2 تمام
عايز افهم عن المشتريات اكتر تحديدا بالظبط، فحضرتك ممكن تشرفنا وتاخد معانا بروجرام البروكيرمنت، تواصل معانا. طبعا هنرسل لكم السلايدز، زينب هتبعتها للجميع. متوسط المرتبات، متوسط المرتبات ده بيختلف على حسب الاكسبيرينس، وانت بتقدر ميزه السبلاي تشين انك بداياتك بتاخد سالاريز قليله، بس وز افري جامب يو جيت كام انكريز يا ندى، 50% ولا 100% مع كل جامب؟ يعني خلينا نقول 40 to 50%. يس، مع كل جامب بتاخد 40 to 50%، وفي الميد ليفل بتاخد جامب 100%، يعني دي انا شفتها يعني. تمام. طيب المشتريات المحليه والخارجيه بيشرفنا في كورس البروكيورمنت. اوكي. طيب احنا يعني اعتقد اخر حاجه انا اتكلم فيها اللي هي موضوع الـ يعني الكورسز كاتالوج بتاع الفاونديشنز. مايكرو ماستر على فكره كورس لطيف، بس للاسف مش ابديتد. انا على فكره اي واز سو كيوريوس وشفت المودولز، اتفاجئت ان المايكرو ماسترز ما فيهوش سكور، مع ان السكور ده فري ستاندرز افيلبل فور ايفري ون. لسه بيدرس متاثر قوي بفكر الجامعه. طبعا الجامعات على راسي كلها من فوق، بس الجامعه اكاديميه وبتدي البيزكس، مش بتدي الحاجات البروفيشنال. فبرضه يعني طبعا انا يعني I'm not the one to talk about it، بس انا سالت my colleagues و my fellows قالوا لي كانوا مستغربين جدا ان ال MIT هي اللي عامله المايكرو ماسترز، ومع ذلك بتدي حاجات بيزكس، يعني مش حاجات ادفانسد كما توقعنا. الاناليتكس بروجرام بيتكلم على حاجات بيزكس، سواء في البرايسنج او في الانفنتوري، احنا بندي حاجات ماتش مور ادفانسد عنها. طيب حتى معادلات السيفتي ستوك على فكره من الحاجات اللي قالتها ندى مهمه جدا. انت لما بتتكلم على كورس ويقعد يقول لك السيفتي ستوك هو عباره عن سيجما مضروبه في جذر الليد تايم تضربها في 1.28، كمان ده كلام فيه اسئله كتير قوي حواليه، وفي فاكتورز كتيره، 17 فاكتور بتدخل معايا وانا بقرر في السيفتي ستوك بتاعي، مش بقوم رازع المعادله وخلاص. والله رايك ايه يا ندى؟ ايوه طبعا في اذر فاكتورز بتتحكم في الموضوع، منها الشلف لايف حق البرودكت حقي، الليد تايم، هذه كلها لازم نحسبها في السيف تو ستوك ايكويشن. ايوه، وفي برودكت لايف سايكل، وفي سنسيتيفيتي اناليسيز، وبيدخل معايا الفوركاستنج ايرور، وبيدخل معايا ليد تايم، وبيدخل معايا حاجات كتيره جدا جدا، والسبلايرز كان له باك اب وكريتيكاليتي الايتمز، كل ده بنتعلمه في الحاجات البراكتيكال. انا حابه كلوز هنا، لان لو حد بيسالني بيقول لي اخد ايه، انا طالب خد السته دول، هم فيري افوردبل، ممكن تكونتاكت مع زينب، وطبعا الطلبه بياخدوا ديسكاونتس. انت بتغطي السته فاونديشنز من حاجه براكتيكال بماتيريالز بكيس ستاديز، دول مجموعهم مجموعة تريننج كله 130 ساعة، في a lot of activities and exercises and practical examples، ممكن تساعد أي حد بيبتدي في مجال السبلاي تشين. بادي من foundations of distribution and logistics، foundation of manufacturing management، foundations foundations of managing operations في المصنع، في الجزء اللي هو خاص بتاع الانفنتوري مانجمنت، الجزء اللي هو خاص بتاع الاوبريشنز بلاننج، الجزء الخاص بتاع سبلاي تشين برنسبلز. على فكره الناس اللي طالعه دلوقتي سبلاي تشين محظوظه جدا، لان بقت في بيزكس وفاونديشنز وتقدر تتعلم بسرعه. ولا رايك يا ندى؟ انا احس ان هم محظوظين اكتر مننا. ايوه طبعا، ما حتقدري تقعدي تجري ورا المعلومه من مكان للتاني ومن بلد للتاني، دحين ما شاء الله الريسورسز في كل مكان. طيب حد بيقول لي احسن كورس يناسبني لو انا خبره 10 سنين ومش شهاده، سكور دي اس. سكور يا جماعه دي اس سبلاي تشين اوبريشن ريفرنس، بيساعدك مهما كان مجالك في السبلاي تشين، فارما، تصنيع، سيرفيس، بنك، ريتيل، ازاي تطور السبلاي تشين، ازاي تقيم السكيلز، ازاي تحسب الكي بي ايز، ازاي تعرف الديسكونكتس، ازاي ترسم الاز از وتو بي في يومين، بيخليك تعرف تكونسلت اند امبروف يور سبلاي تشين، بيخليك تحسب الكي بي ايز وتكلفه السبلاي تشين، البرفورمانس اتريبيوتس بتاع السبلاي تشين، في السستينابيلتي، في الجرين، في البلاننج، في السورسنج، في البروكيورمنت، في التالنتس، في السكيلز. انا بيرسونالي الكورس ده غير لي حياتي، السكور ده خلاني اس كونسلتنت بفكر بشكل مختلف. الناس البروفيشنالز اللي خدوه كلهم ات ميد ريفولوشن في الشركات،
فلو حد عنده اكتر من 5 7 سنين اكسبيرينس 10 سنين وعايز يحسن، سكور دي اس يعني قولا واحدا، اوكي سكور ديجيتال ستاندردز. تشرفونا، اللي عايز يسجل معانا احنا بنعمله بالعربي وبنران كمان بعد الويفز بالانجلش، بنعمله فيس تو فيس وبنعمله كمان اونلاين. طيب ما اعتقد احنا كده خلصنا الاسئله وخلصنا الوقت، وهنا قفلوا في الجزيره اللي انا عليها ندى، السبلاي تشين هيقفل عليا، اي هاف تو جو. يلا الله معاك يا شيرين. اللي حابب برضه يبقى معانا، احنا هنعمل وي ار لونشنج ان اونلاين ويف. زينب لسه مفكراني سي اس بي، انا هدرسه بنفسي، فاللي عايز ياخد معايا سيشن السي اس بي على راسي من فوق يشرفني، ودي حاجه تشرفني ان انا يعني تو شير ماي نوليدج مع الناس، سواء في السي اس بي او في السكور دي اس او في السي بي اي ام. شرفتونا واهلا بيكم، ده بدايه السيريز من كارير السبلاي تشين. انا بشكر ندى، شي از ماي بريف سيستر، اوكي زميله عزيزه، حد انا فخوره بيه ان انا اعرفه، وشكرا ليكي يا ندى على يور تايم والبريباريشن، وانك تركتي البحر من اجلنا. اوكي اني تايم شيرين في الخدمه. زينب لو سمحتي حطي ماي ايميل، حطي رقمي لو عايزين تتواصلوا معايا على الواتساب، انا موجوده، بس اسهل لكم زينب على فكره، صدقوني يور بيست فريند شود بي زينب، يعني زينب هتعرف تجيب لكم اي حد من تحت الارض وترد عليكم. انا موجوده على لينكد ان، بس انا شويه هارد تو ريتش لان موست اوف ماي تايم از دوينج كونسلتيشن ورك اور ترافلنج، ونتمنى ان احنا نبقى نساعدكم وربنا يوفقكم. حطي الايميل بتاعي يا زينب لينكد ان بروفايل، اوكي ومعلش حطي الايميل بتاعك تاني، اوكي بليز كوميونيكيت مع زينب. التسجيل طبعا هنبعته، زينب هتبعت ايميل، هو موجود هيبقى موجود على يوتيوب شانل بتاعتنا، فاستسمحك يا زينب بس لو تحطي كمان اللينك بتاعت يوتيوب. بليز سبسكرايب، احنا عندنا صفحه للسعوديه على لينكد ان شركه التميز، هنحطها، بليز سبسكرايب. وعندنا سيمبيس كونسلتنج برضو للتيم بتاع مصر والميدل ايست، ونتمنى ان كل الناس ان شاء الله تتطور في السبلاي تشين وتبقى لاكي يعني. طيب حد بيسال التعيين والتوظيف في سلاسل الامداد، اكون خريجه هندسه واداره اعمال، رايك ايه يا ندى؟ والله مع كل دي الشهادات it doesn't matter صراحه، انا اداره اعمال، بس الافضل منهم الاثنين انك تتخصص يعني سبلاي تشين اذا متوفر في المكان اللي هو فيه، او ياخدها بروفيشنالي، لان انت مش فارقه عمل، اتس اباوت تالنت يا جماعه. الريشيو الناس اللي محتاجينها في السبلاي تشين versus the vacancies 1 to 8، يعني لكل 8 positions بتلاقي 1 qualified person. ف future is yours، يعني اللي بيحب السبلاي تشين وبيطور نفسه، انت يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بتراهن على حصان ربحان، ولا رايك ايه يا ندى؟ ايه طبعا ما زالت الفرص يعني متوفره والماركت يعني متعطش للتالنت، بس it is stressful يعني برضو خلي بالكوا it's not easy. ايوه طبعا. يعني ما بقول لك اي احد بيشتغل في السبلاي تشين يو ويل نيفر جيت بورد، كل يوم في شيء جديد تحله، كل يوم في شيء جديد تحسنه، يعني رائع المجال، انا بالنسبه لي رائع يعني، هو صح مهلك ودائما ضغط و you always working even on weekends it doesn't matter، بس جميل الفيلد جدا جميل. الحاجة الثانية اللطيفة ان الشركات دلوقتي بتcompete supply chain to supply chain، يعني اكبر شركة في العالم امازون هي عبارة عن supply chain، يعني صح؟ ايوه، مين اللي منتجاته متوفرة على طول، مين اللي easy to reach. طبعا يعني it's طب حد بيقول انا خريج تجاره محاسبه وشغال مشتريات حاليا جديد، برافو عليك، اتس ا جود ستار، هتديك باك جراوند حلو، بس دونت جيت ستك المشتريات طول الوقت، حاول تطور نفسك وتتعلم من ندى. انا اشتغلت برضو كنت باير، كنت تكنيكال في جنرال موتورز في العربيات، اشتغلت كواليتي واشتغلت جزء في بلاننج وبعد كده في كونسلتيشن، عديت على حاجات كتير، فحاول ما تقعدش في حاجه في السبلاي تشين على طول كتير، يعني حاول تموف وذين يور كومباني تو تيك ديفرنت انجلز اند برسبكتيفز. انا اعتقد كده احنا جاوبنا على كل الاسئله يا ندى.
أنا بشكركم يا جماعة، وأنا بشكر كل الناس اللي معانا، وبشكرك يا ندى طبعا على الكونتريبيوشن بتاعك. You are always brave زي ما بيقولوا كده، شجاع. Anytime شيرين. وبرضو ندى موجودة على لينكد إن، ممكن برضو نكتب لهم يعني اسم ندى موجود في الانونسمنت. عندك مانع يا ندى ان الناس تتواصل معاكي؟ لا أبدا أبدا. نصيحة. اوكي، شكرا للجميع، شكرا، اتشرفنا بيكو كلكو. شكرا ليكو على وقتكم معانا. اوكي، ان شاء الله هتبقى معانا في السي بي اي ام، اتشرفنا يعني، احنا نحب نشوفكم كلكم في السي بي اي ام وفي السكور وفي سي ال تي دي وفي سي اس بي، لانها حاجه بقت جميله، بقت افوردبل، بقى في ليرنينج مانجمنت سيستم، ايفري ثينج مانجد عليه، فرصه انك تعمل امتحان بقت مور فريكوينت عن الاول. احنا الحمد لله بارتنرز وبنساعد الناس، ونتمنى ان الناس كلها تستفيد، ولان العلم موجود ان احنا كلنا تو شير ليرن فروم ايتش اذر. احنا كلنا يا جماعه في السبلاي تشين بنتعلم من بعض، يعني مفيش حد كبير، دي ميزه السبلاي تشين، ان كل الناس بتتعلم كل يوم، ما بيحطكش في الكومفورت زون، ودايما عندك افري داي عامل كده زي ديزني. ولا رايك ايه يا ندى؟ Yes, it's always ups and downs. Roller coaster. رولي كوستر. أنا دايما بقول لهم السبلاي تشين مش هتقدر تغمض عليك. شكرا لكم وشكرا يا ندى، كتر. أهلا وسهلا، مع السلامة. اوكي، باي.